34 رحلة جوية داخلية أسبوعيا تم برمجتها من وإلى مطار محمد بوطياف الدولي بقسنطينة كمرحلة أولى في إطار الاستئناف التدريجي لرحلات بعد حوالي 9 أشهر من التعليق بسبب جائحة كورونا. العودة تاع الرحلات الداخلية هذه راح تسهل علينا إن شاء الله، رانا نرجعوا لمناصب العمل تاعنا بكل إريحية، والبروتوكولات الصحية اللي رانا نشوفوا فيها هنا في المطار راح تكون في صالح المسافر، وراح تحد من انتشار تاع الفيروس هذا. كي دخلنا حتى لحقنا حتى للقيشي ما شاء الله، يعني كلش راه رابيد ما شاء الله، ان شاء الله تكون كونتينياسيون برك هكذا، برك ان شاء الله تكون ديما هكا، ماهيش مجرد في الاول، بعد ومن بعد تبدا تلاشى تلاشى تلاشى. جملة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي كوفيد-19 قد اتخذت تحسباً لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية، من بينها وضع كاميرات لقياس درجة حرارة المسافرين إلى جانب تكثيف عمليات التعقيم. كما لاحظتوا هناك كاميرات حرارية اللي تستطيع تفرق بين الإنسان اللي لابس لابافيت واللي ماهوش لابس لابافيت. هاد لي كاميرا يعني اون ليز انتيغري في لو سيركوي تاع لو باساجي، دونك تحطو قبل لو بورتيك ا لانتيريور، دونك كاين سيباراسيون نيفو دي سياج. يا يوسي دوتر كاميرا كون ايتي انستالي اون افون لي ديبار تاع لو ناسيونال، لا فريكونس تاع لي ديزانفيكسيون سو في دو بلوس اون بلوس بلو رابروشي ابري شاك فول. إعادة بعث نشاط النقل الجوي تدريجيا وفق البروتوكول الصحي المعمول به من شأنه تسهيل عملية تنقل المسافرين داخليا في انتظار عودة الرحلات الدولية.